موردة الأزياء الفلسطينية بيلا حديد حصلت على لقب الشخصية الأكثر أناقة على كوكب الأرض حسب المجلة الأمريكية بريتيش. بيلا حديد حصلت على هذا اللقب نظراً لكونها تبدو بكامل الأناقة ديالها في جميع أنواع الأزياء النسائية الرجالية المسائية والعملية والرياضية. وحسب المجلة فبيلا كتلبس الأزياء الرجالية بشكل أفضل من الرجال وكتبان أنيقة لأن أسلوبها في الأناقة كيجمع ما بين الشبابي والكلاسيكي. وعبروا نقاد المجلة عن إعجابهم بيلا حديد وقدرتها على دمج الملابس ديالها وبالمواكبة ديالها للموضة، وأشادوا أيضا بقدرة بيلا حديد على ارتداء ملابس رجالية ونسائية معا، واعتبروا على أنها كتختار إطلالات مستوحات من أزياء السبعينات بطريقة رائعة. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.